محمد وآل محمد. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المغتظم. فجزاك الله عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقب الدار. لعن الله من قتلك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعلى روحك وبدنك. أشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي لأخيه، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقق الله بدرجة أباك في دار جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. زيارة إمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ورحمة الله وبركاته. زيارة إمام صاحب الزمان. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أعلى الأصوات. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العلي العظيم. تنعى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة آية الله
العلامة المحقق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع أئمة الهدى وألهم ذويه الصبر والسلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. تنعى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة آية الله العلامة المحقق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع أئمة الهدى وألهم ذويه الصبر والسلوان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. تنعى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة آية الله العلامة المحقق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وحشره مع أئمة الهدى وألهم ذويها الصبر والسلوان. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور. هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه، يشع بين البريه بجبين المرجعيه، جبين المرجعيه. ما راجعنا حماة الدين، كل واحد نذر عمره، رفع راية الإسلام، نشر ومبدأ العترة. فتاويهم نشوف أحكام متوقعة من الزغرة، مناهجهم باسم حيدر على الحكمة وعلى الفطرة. آيات الله بين الناس آيات، حوزات افتحوا للشرع حوزات، لهم تحلى الزعامة يعلمون الكرامة من أنوار الإمامة. للعتبة العباسية المقدسة آية الله العلامة المحقق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وحشره مع أئمة الهدى وألهم ذويه الصبر والسلوان. أبو الأكبر حسينيين بالكلمة، جم رجيع وقف وقفة للمبدأ بذل دم. فرسان الفكر للدين فرسان، برهان اتركه ما مثل برهان، يحامون القضية مواقف حيدرية وعلى هام الثريا، مآثرهم أبية مآثرهم أبية. للمذهب وقف صاروا ضحوا به
الفلس والمال ما همتهم الدنيا باعوا كل شيء لاجل الآخر صاروا مغرم الأمثال بالأقوال والأفعال جنود المهدي ما خانوا عهدهم بالليل وثلا
المصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور. هو الله ونبيه وعلي حامي الحمية، يشع بين البرية بجبين المرجعية، جبين المرجعية. مراجعنا حماة الدين، كل واحد نذر عمره رفع راية الإسلام، نشر ومبدأ العترة. فتاويهم نشوف أحكام متوقعة من الزهرة، مناهجهم باسم حيدر على الحكمة وعلى الفطرة. آيات الله بين الناس آيات، حوزات افتحوا للشرع حوزات، لهم تحلى الزعامة يعلمون الكرامة، من أنوار الإمامة لنا صاروا هدية، لنا صاروا هدية. مواقفهم مدى التاريخ كانت تنقذ الأمة، أسود وهزة والطغيان من حيدر خذوا همة، خذوا هيهات أبو الأكبر حسينيين بالكلمة. جم رجيع وقف وقفة للمبدأ بذل دمة، فرسان الفكر للدين فرسان، برهان تركوا ما مثل برهان، يحامون القضية مواقف حيدرية، وعلى هام الثريا مآثرهم أبية، مآثرهم أبية. للمذهب وقف صاروا، ضحوا بالنفس والمال، ما همتهم الدنيا، باعوا كل شيء لاجل الآن، صاروا مغرب الأمثال بالأقوال والأفعال. جنود المهدي ما خانوا عهدهم لا زال، أنصار الوحي للمهدي أنصار، أغيار بفعلهم والله أغيار، يرفضون الخيانة يصونون الأمانة، يحفظون الديانة لحد يوم المنية، لحد يوم المنية. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي،
ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أصالة عني ونيابة عمن اجتمعنا لأهله، المرحوم آية الله السيد محمد مهدي الخرسان طيب الله ثرى، السلام عليك الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك، السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليكم يا ملائكة الله المقيمين في هذا المقام الشريف، السلام عليكم يا ملائكة رب المحدقين بقبر الحسين عليه السلام، السلام عليكم مني أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، قصد حرمك واستجار بمشهدك وتقرب إليك بقصدك، أأدخل يا رسول الله؟ أأدخل يا نبي الله؟ أأدخل يا أمير المؤمنين؟ أأدخل يا سيد الوصيين؟ أأدخل يا فاطمة سيدة نساء العالمين؟ أأدخل يا مولاي يا أبا عبد الله؟ أأدخل يا مولاي يا ابن رسول الله؟ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هداني لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله،
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية، بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك، فلعن الله أمة قتلتك، وأبرأ إلى الله وإليك منهم. زيارة الشهداء السعداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي نحن اليوم ضيوفك، ومعنا نحش سماحة السيد محمد مهدي الخرسايان اللي كان مستمر على مجالسكم سيدي وهو مسجل على فراش الموت. قوضي يا خيام عليا نزارين، فلقد قوض العباد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. وسروا في كرائم الوحي أزرا، وعداك ابن أمه التقريع، فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع.
أنا ناعية قتل الطيف لا زلت ناعية تهيج على مر الليالي البواكية أعيد ذكرهم إن ذكرهم طوع جزعين طي السجل فؤادي وداع مقلتي تحمر بعد بيضاضي بعد رسايا تجعل الدمع دامي ستنسى الكرى عيني حتى كأنها حلفنا بمن تنعى ألا تلاقيا ساعد الله قلب زينب حينما رجعت إلى كربلاء ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي أخي هل سمعت بنعيك أمك الزهراء حيث نعيت أم لم تسمعي أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين العقيلة تقول أنعم جوابا يا حسين والحسين جذ بلا رأس أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنايا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي تقول لي يا خويا أنا يا خويا ذبية نعل الغرب قوة ذبية نعل الغرب قوة وأنا جيتك على ريحة الخوة لا تقول ما عندك بروة أنا ما خوذت يا حسين قوة والجمير ساط علمتوني تلوي والشمر ساط علمتوني تلوي يا خويا ما تدري يا خويا شلون حالي براس الرمح راسك قبالي كل من شاف ذي الحالي بجالي شحال الغريب بغير والي
شقول عين للي ينعشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطع وزنود يا عباس النفل قطع يا وزنود يقتل ضيم آدم حسين بكربلاء وفي كل عيض وين من أناملي بحر ووالده الساقي على الحظ في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم أيد الدين وأهله لا سيما علماء الدين خصوصا من حضروا مجلسنا منهم ساداتنا الكرام مشائخنا الكرام. اللهم أدم ظلهم الوارف أيدهم بتأييدك وسددهم بتسديدك. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا المجتمعون لأجله. فقيدنا الراحل سماحة آية الله السيد محمد مهدي الخرسان اللهم ارحمه برحمتك وأسكنه الفسيح من جنتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة. إلى روحه الطاهرة وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله. اللهم احشره، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك، اللهم ألحقه بنبيك، اللهم ألحقه بنبيك، اللهم ألحقه بنبيك، وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واخلف على عقبه في الغابرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحمه وإيانا، اللهم ارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار. الفاتحة مع الصلوات.